السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. نتمنى ان شاء الله الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال وفي صحة تمام. شديت لكم دابا الفيديو مع الصباح وصباح البغرير يا لالا، وصباح العسل، وصباح الزبدة البلدية، وصباح اتاي مشحر، والصباح الزهر مقطر. ايوا يا لالا، شوفوا البغرير ديالي، راه والله الا راني حادقه اختي. راه كيقول لك شكون شكر العروسه، كيقول لك ما وخسه خالته والحزاره جارتها. ايوا اختي، انا نشكر راسي. شكون كتعرف دير بحال هذا البغرير؟ بالنسبه للوصفه ديال البغرير راني ديجا مقاسمها معاكم في القناه. البنات اللي مهتمه بالوصفه ديال هذا ديال البغرير راني غنخليها لكم، الا نشوف كي غادي ندير باش نخليها لكم في صندوق الوصف. انا ما بغيتش نعاودها باسكو ديجا مقاسمها ومعاودها شحال من خطره. دونك غادي نحاول نحط لكم الفيديو في صندوق الوصف. عرفتي راه كيجي خفيف، كيجي واعر، حسن من ديال الزنقه. ما داخلش فيه بالحق الفورص، كندير فيه غير السميده الرقيقه بوحديتها. ايوا كيجي غزال وخفيف وما تتشبعيش منه. انا بعدا وليداتي راه كيتسطاو على شي حاجه سميتها البغرير. نهار اللي كندير البغرير ونعمر لهم اتاي، راه عندهم لافيت، والله الا عندهم بحال الحفله. ايوا صافي. هنايا المهم، فقت الصباح ديت دراري وليداتي المدرسه، فطاتهم باسكو ما كيكونش عندي الوقت في الصباح بكري، ما كيكونش عندي الوقت بزاف باش زعما نصاوب لهم البغرير ونعمر اتاي وداكشي. ما نكذبش عليكم، في الصباح راه كي ما كاينش غير جري عليا نجري عليك. دونك كي كندير لهم غير لي بريوش، لي تارتين كونفيتور شوكولا، ولا الفروماج، الحليب. دابا ملي بدا كيبرد الحال كندير لهم الحليب، كنسخنه وكنحليه لهم بالعسل. كيموتوا على هاد القضيه ديال الحليب والعسل في الصباح السخان، باش كيسخن لهم لا غورج ديالهم. راه كنعرفوا دابا ملي كيتبدل الجو راه الوليدات ديالنا كيبداو يمرضوا. دونك عليكم بالحليب والعسل في الصباح، انا راه هذا هو اللي كينفعني، وكتنفعني حتى واحد القضيه، واحد الخلطه كنديرها اش كنقولوا ليه، بشريحه والثومه والزعتر وداك الشيء والعسل. كنعود نعطيها لهم ملي كيبغيو يمشيو ينعسوا، كنعطيها لهم يشربوها معلقه معلقه لواحد. والله العظيم الى هذاك البرد عرفتي ما شفتش طبيب نهائيا. هاد الوصفه واعره. انا دابا ان شاء الله غادي نعاود غنعاودها معاكم ان شاء الله. خصني غير دابا الشريحه والثومه الحمراء وهذا غادي نعاودها معاكم باش ديروها. بالنسبه ماشي غير الوليدات، راه الوليدات والناس الكبار واي واحد. انا رجعت لكم عاوتاني البغرير اختي، حتى راه عاجبني بغريري. ندور ندور نشد لكم البغرير. كلشي باردون، كلشي على البعرير، بحال القضيه ديك هذيك النكته ديال هذيك السيده ملي كت ايوا كتفيق الصباح كتقول لها سيد الحاج واش نصاوب لك البعرير، كيقول لها دخلنا عليك والله سيري صوبي عفو امك عاد زيدي صوبي لي البعرير. والله الا ملي كنشوف هذه النكته كنتفكر غير صوفيا بنتي ملي تتشهى البغرير وداكشي، تقول لي ماما سي كون دونك انت اسكو تو نو فير دو بعرير دو بغليل. كنقول لها صافي دابا نصاوب لك بنيتي البغرير. كتموت عليها. حتى ملي كتمشي للمغرب راه كنوليو خيطين بيطي خيطي بيطي خيطي بيطي عند الاخت ديالي، راه هي تبارك الله هي كدير البغرير عرفتي كيخرج واعر. وراني ترى الوصفه ديالها راني مقاسماها معاكم في القناه، راه هي اللي غنحط لكم في صندوق الوصف. ويا خيتي شحال كتبقاي تقولي الهضره تعاودي. المهم هادشي اللي عطى الله، صبروا معايا. صافي هنايا عمرت اتاي، درت هنايا عليه النعناع، وخديت الشيبه. لقيت الشيبه اللي وريتكم هذيك خطره خديتها من عند الجزار، هذا الوقت البرد راه ديال الشيبه وديال اتاي. ايوا صافي، وجلسنا نفطرو ترونكيل. عرفناه فين غادي، كنشرب واحد الجغيمه وكنقول لها والله الا دابا راه كنشربها وكنعرفها فين غاديه. صافي هنايا كنراجع اتاي، ضروري كنراجعو، كندير ونعاود نراجع وندير ونعاود نراجع. الاخت ديالي قالت لي وصافي بردتيه واتاي ولا بارد وسارد. كنبغي ندير زعما بحال داك اتاي ديال الصحراويين اللي كيعمرو كيبقاو يراجعوا فيه باش الكشكوشه. انا با والو هذيك الكشكوشه كنبغيها تطيح في الكاس، لان اختي سمحي لي اتاي هو الكشكوشه، الا ما كانش الكشكوشه ما كاين والو. وبالفرنسيه اختي هو لاموس. اتاي هو لاموس. ايوا صافي لاله عليك. هنايا صافي فطرنا، هزيت هذاك الشيء مشينا فطرنا، كلينا البغرير،
انا الاخت ديالي كتقول لي شوف ما بقيتش حطي الزبده والعسل بحال هكا، سير دهنيه من الكوزينه. انا ما كنبغيش في الحقيقه ندهنهم من الكوزينه، ملي كنبغي نهز الحبه ديالي ولا هذا البغريره ديالي نديرها في الطبسيل، وكندير هذا ندير زعما السقوه على حسابي انا. ايوا صافي، هنايا كنا كنفطروا وجات واحد الكولي ديال ما سوغ على كوموندي. ايوا قلت لها بلاتي انا غادي نتقاسموا مع البنات باش تشوفوا اشنو خدات. ايوا دوزو دابا. كدور هاي العمرية، كدور كولية، كدور زيد راني جبت الكولية ديالي غنتقاسموا معاكم الكولية. هما جاتنا لا بوست، الكولية هادي ديال الاخت ديالي، واخين ولاو كيجيبوا هذا الشيء محلول ما فهمتش اختي. اوردونات شي حاجة غادي نشوفو نتقاسمو معاكم كلشي. هادي تلا امازون ولا طالب معاك الشراء والله ولا طالب تكون جالسة مع لا مامي تقول يا بلاتي اختي نضرب واحد الدورة في امازون بحال زعما كدور في المول ولا كدور في شي بلاصة يا راه امازون. هادو شنو هما؟ لاجيت ما خشي هاد لاجيت كله باش ما بقاش كل مرة نكوموندي ستوك ثقيل. كومون ديت هادو زوينين ديجا مجربينهم بالنسبه للبنات اللي يلاه والدين. وهذا هاد لانجيت زوينين راه ديال 100% غير الماء، ما فيهم لا الكول لا ريحه لا ريحه لا والو، وما كيطيبوش لي بيبي. تاش ديجا مجرباهم داكشي علاش عاودت كومونداتهم. شنو خديتي عاوتاني؟ سا سي لا كوموند دو ما سوغ على غيت با. ايه هذا فني، كانوا عندي تا انا واحد كوالا. هانتوما شوفوا قربي قربي شوفوا هنا البنات، شوفوا هاد الحمال شحال فن، عرفتي دير بحال الكونغورو حمال زوين. حتى انا كيعجبوني، كان عندي في ولدي، كان عندي في ولدي لا ما تحليه الحلول. حلو شوفوا لا راه حيت خاصك تديريه. والمهم صافي قالت بلا ما نحلو لي اختي الشغل ديالها، اختي تطبق خلي اختي داكشي مجموع. المهم تركبوا شي نهار بالبيبي ديالها وغدا نوريكم الطريقه، 100% حركه نوريكم الطريقه كيفاش كدير ليه زوين. هذا هادو السماطي واعرين بالنسبه للبنات اللي دايرين سيزاريان حاملين. حيتاش ملي كتشوف مع الحماله كتكوني حامله كرشك كتكون ثقيله كتكوني مثقله بزاف، دونك لو بوا ديالنا كامل الظهر هو اللي كيهزو. دونك هاد السماطي واعرين، انا في الحقيقه اللي قلت ليها خديهم باسكو كنت انايا مجرباهم مع الولاده، كان كيضرني ظهري بزاف، ومع هذيك البيريدورال اللي كنديرو راه كتهلك الظهر. صافي هذه كتجي بحال هكذا بحال هذا الشكل، هكذا كتلبسيها هكذا هذه هكذا. تحبسي عرفتي كدير لك واحد لو مانتيان الظهر ديالك كتبقاي مستقيمه بحال هكذا، وبحال حتى الكرش ديالك وداك الشيء ما كيبقى ما كتبقايش دايره بحال هكذا، وداك لو بوا ديالك كيبقى نازل لك على الفتحه، دونك كتبقاي ديما كاردافو مدام. زوينه هادي، انا كنت مجربه داك الشيء عجبت ليها تاخذها. صافي هادي حتى هي بحال هياك بحال هادي جوج. هادي المانتيان ديال الظهر كثر بوستور كوريكتور، سي كوريكتور ديال لي بوستور. صافي هنايا هادي غادي نتقاسموا معكم. هادي خديت خدات لاباراي ديال الضفار ديال الصباغه سيمي بيرمانون، راه دابا غادي تدخل دير ليا واحد المانيكور غنصبغ ليا ونوريكم كيفاش كتستعمل هاد لاباراي. شحال خديتي هادي؟ بقيتش عاقله بقيتش عاقله، غتكون واقيلا شي 40 اورو ولا واقيلا شي 40 اورو ولا هذا. خداتها على بخي. وهذا شنو هو الشامبوان؟ هذا الشامبوان ديال الكيراتين، هذا ديجا مجربه انت؟ ديجا مجربه باش نشوفو عاد كي داير. انا مع ما كناخدش هادشي ديال الكيراتين، انا شعري ديجا بوكلي راه كيد يا اختي. ديال اترو ديال الشامبوان اترو تاع الشامبوان تي راك هاد الاترو بزاف باش باش لا ما تبقيش كل مره تشري، شري مره وحده وصافي. شري مره وحده سي فري. صافي وهادو الصبايغ، هادو الصبايغ غادي ندير انا في الحقيقه كتعجبني هذيك الحمراء، هادي موكا بحال هكذا كتاخذ لك جوج سيمانات ما كتقشر ما والو. شوفوا دابا ها انتم غير هادي هاد الصباغه العاديه ملي كنديروها بحال هكذا مع الشقه، وراك عرفتوا ملي كنقيسوا الماء بزاف كتبدا تقشر. دونك هادي وهادي
تقدري ديري مانيكور على برا ومن بعد تقاي تغيري غير الصبايغ. ايه فوالا قايده انت تغيري غير الصبايغ ديالك. انا بحق قالت لي خدات هذا الموكو خدات حمراء ياك خديتي حمراء طابخي اون روج، ولكن انا غادي ندير لو روج. لو روج كي بوج هي ماشي بوج بحال بوردو جاي بحال بوردو اه ماشي روج. المهم انت غادي دير ليا واحد انتيت مانيكور وغادي نوريكم. يلا صافي نخشي هادشي نفلو وغادا ندير ليا انتيت مانيكور وغادا نوريكم. يلا خليكم معايا وما تزرقوش. وهنا صافي من جاتنا الكوليه صافي وريتكم هذاك الشيء اللي خدينا. وهنايا دخلت دابا غادي نمسح الصباغه اللي في ايديا وغادا نجربوا لاباغاي وغنجربوا هذيك الصباغه اللي كوموندات عليهم من امازون وغادي نشوف من هنا قدام نعطيكم الخبر نقول لكم واش هذيك الصباغه الماركه ديالها زوينه ولا لا. مهم انا لاباري على ما قالت لي الاخت ديالي ان هي هذيك لاباري اللي كيستعملوا في لي صالون تاع بحال هكذا الكوافور تاع الاستيتيك. قالت لي راه كيديروا هاد لي زاباري دونك انايا غادي نجربها. وباش ما كان غنرد عليك اخيتي الخبار. ايوا صافي هنايا درت الماء ديال الصباغه خديت قطينه كان بصح هي في حقيقه هاد الصباغه زوينه ولكن بالنسبه للبنات اللي كيشقاو بزاف واللي كيبقاو الماء الحكان حنا اختي المغربيه طرحات قالت تبارك الله علينا. شي وحده كتشكر في راسها كان جو جيت دي فلور كوموندون فرونسي جو جيت دي فلور با ايكوتي سي نورمال. الواحد اللي ما راه اللي ما راحش على راسو الورود وما شكرش راسو راه ما كاينش لي شكره. اللهم اختي شكري راسك هادشي اللي كاين. يلا المهم صافي هنايا غنسالي المسيح وغندوز باش غندير واحد القماش. هنايا عندي الروز كناخذ واحد الكميه كنطحنها وهنايا عندي الحامض تو سامبلومون. ولكن هاد الوصفه البنات اللي بغاو يديروها. وهنايا عندي ماسك الماسك هنايا كنستعمل فيه الحليب بودره غادي ندير فيه شويه ديال الالويفيرا وشويه ديال الماء ورد. اذا ما كانش عندك الالويفيرا ماشي مشكل تقدري تستعملي شويه زيت الزيتون ولا زيت اللوز الحلو ولا اذا عندك زيت الافوكا ولا اي زيت غير باش بوغ ليدغاتاسيون غير باش نرطبوا اليدين ديالنا ما يبقاوش ناشفين. دونك اي زيت عندك في الدار استعمليه ماشي مشكل ولكن حباده اذا كان خيتي على حباده يعني اللغه العربيه. حبادة الا كان عندك الجيل الالويفيرا من الاحسن. دونك صافي هنايا كناخذ واحد الربع ديال الحامضه كنغطسها هنايا في الروز المطحون. من الاحسن البنات الروز خديه واحد الكميه طحنيها وخليها في اون بواط راه مزيان حتى لي غوماج للجسم الوجه العنق اليدين الرجلين وكنعرفوا راه الخصائص ديال الروز راها مبيضه كتفتح لنا اللون ديال المناطق الداكنه ميم المناطق الحساسه تحت الابطين تحت الابطين. دونك الخصائص ديالو هي مبيضه وكتوحد لنا اللون ديال الجسم. صافي هنايا ساليت القومه شوفوا هنا والله الا كيبان لك الفرق هذيك الساعه توت سويت كيبان لك الفرق. صافي هنايا درت القوماج تقريبا 3 دقائق 4 دقائق كتبقاي تحكي اليدين ديالك. وهي من الاحسن الواحد ما ديريش هذا القوماج وتخرجي للشمس. وبالنسبه للبنات اللي كيسوقوا الطوموبيل بوغ سيل كي كوندويز لي فواتور من الاحسن الواحد يدير دي غون في يديه باش ملي كتحطي يدك على الفولون ما يكحلوش لك يديك وراح تضر الحامض ما كيتواتاش مع الشمس. دونك ضروري من بروتيكسيون. صافي هنايا بديت في الماسك. سمعوا شنو هو كديري كتكب عمرات لينا اتاي بالزعفران. يا لالا سمعوا ليا ايوا نعمس. يلا جيوا البنات تديروا معنا قيلوله دابا تخدينا وسالينا وعمرات واحد البراد اتاي بالزعفران كيجي زوين كيجي واعر. المهم دابا انا كنت معاكم في الماسك ملي سمعت براد كي كتكب في اتاي وانا نسكت باش نتنغم على ديك الموسيقى ديال الكبه ديال اتاي. صافي هنايا المهم درت هنا كما قلت لكم الحليب المجفف درت معاه شويه الالويفيرا و درت
هذا الماء ورد. دونك القوام ديال الماسك خاصو يبقى بحال هكذا، ما يكونش جاري بزاف وما يكونش عاقد بزاف. المهم يجيك على حسب شحال الشكل ديال الكريمه. صافي، هنايا كطبقيه على ليديك بجوج وكتخليه المدة ديال من 10 حتى 15 دقيقة. صافي، هنايا كتاخدي الوقت الاسترخاء ديالك وكتخليه حتى كينشف، وكتغسلي ايدياتك. وبالصحة والراحة عزيزاتي. غسلت ايديا، صافي نشفتهم مزيان. انا دابا ما غاداش ندير لا كريم، لان غادي ندير سباغا سومي بيرمانونت. حيت الا درت لا كريم، لا ديك لا كريم غادي تلعق، غادي تعلق في الضفار، وغادي يبقى هذاك بحال ان فيلم غرا سور لي زونغل. دونك غادي هذاك لا كريم غادي نديرها حتى نصبغ ايدياتي ونسالي عاد نديرها. دونك نمشي دابا نوجدو لاباراي باش نصبغ الضفيرات. صافي، هنايا كنصبغ، وهنا كندخل ايدياتي في صبيعات في لاباري لمده ديال 30 ثانيه بلا ما صبغت هي الاولى عاوتاني الثانيه، وكدير دوزيام كوش وكنعاود عاوتاني. صافي، وهنايا دابا الكوش الثانيه غادي ندخلها تنشف ليا. المهم هنا الوقت السيشارج كيبغي السيشارج باش كتنشف، وهي في الحقيقه لا كان واحد غادي يدير الصباغه بحال هكذا ما خاصكيش تغسلي الماء انتو تسويت ولا تنوضي تخملي ولا هذا. في الحقيقه ديري الصباغه وخليها زعما ما ديريش الاعمال الشاقه ابخي. صافي، هنايا غادا دير ليا عاوتاني الكوش الثانيه وكندخلهم ينشفوا. دونك ممنوع منعا كليا الاعمال الشاقه سيدتي. ديري وسط الخاي وما تشقاي، ما تغسلي الماعن، ما ديري حتى حاجه النهار اللي غادا ديري فيه هاد الفيرني سيمي بيرمانون. صافي، هنايا المهم غادا تسالي ليا بخي، وغادا دير ليا التوب كوت من الفوق. هي هاد التوب كوت كتحافظ على الصباغه، كتخلي واحد لابغيونس فوق الضفر ديالنا، وكتحافظ نيت على الصباغه كتبقى شاده لمده طويله. هاد النصيحه بالنسبه حتى للبنات. دونك هاد التوب كوت اللي قلت لكم البنات، بالنسبه حتى ملي كديري الصباغه العاديه كديري فيها هاد التوب كوت، كما هي بحال كتكون بحال اون باز. شوفوا هانتوما، شوفوا شفتوا الضفر كيبقى واحد لابغيونس رائع. ايوا هاي 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 على الزاز يا لالا، وتكتك لالا وتكتك سيدي. ايوا صافي، هنايا درت ليا التوب كوت ودخلتهم عاوتاني نشفوا. صافي، وهنايا غادا تكون نهايه لا فيديو ديالي. صافي، هنايا خديت اون كريم بور لي مان، درتها وادغاتيت لي مان ديالي بزاف، حيت اصلا راه كتعرفوا الحامض راه كينشف الايديات. دونك صافي، هنايا درت لا كريم وادغاتيت مزيان ايديا، وغنكون هنايا وصلت لنهايه لا فيديو ديالي. نتمنىها تكون عجباتكم ونالت الاعجاب ديالكم. ما تنسايش حبيباتي الكبيده، غنبقى ديما نقول لكم حبيباتي الكبيده، ما تنسايش ديري ابوني، ولا كنتي اول مره تشوفي القناه ديالي اشتركي وفعلي الجرس اللي على اليمين ديالك باش يوصلك اي جديد للفيديو ديال لا بيبولوز. غرو بيزوات.